السلام عليكم يا أطفال. لدينا اليوم تقييم القراءة الصف الأول. نص القراءة أو نص الاختبار سأقرأ لكم. إذا أبدأ. السماء صافية والشمس ترسل أشعة ذهبية والعصافير تحلق فوق أشجار المشمشي مغردة. خرج خالد إلى البستان للتنزه. فجأة لمح عصفورا صغيرا جريحا ملقا على الأرض. أسرع خالد إليه وحمله بين راحتيه بكل رفق. إذا لدينا تمارين الاختبار. إذا التمرين الأول، ألون الإطار الزمني للنص. دارت أحداث النص في فصل الخريف، فصل الربيع. إذا سألون الإطار الزمني الذي وقعت فيه أحداث النص. إذا السؤال الثاني، سأشطب الجملة الخاطئة. يتنزه خالد في الحديقة. يتنزه خالد في البستان. ثم سأنسخ الجملة التي تدعم الإجابة من النص. سأعيد قراءة النص وسأستخرج الجملة التي تدعم إجابتي وسأكتبها هنا. سؤال ثالث، ماذا وجد خالد؟ سأعيد قراءة النص ثم سأستخرج من النص ماذا وجد خالد. ألون الجملة الدالة على ذلك في النص. دائما بالرجوع إلى النص وسألون الجملة الدالة على ذلك. جيم، أنسخ جملة من النص تعبر عن جمال الطقس. إذا السؤال رقم 4، أبحث في النص عن كلمة بمعنى تطير. في النص هنالك مفردة لها معنى تطير، سأبحث عنها وسأكتب هنا في هذا الفراغ. ثم طريحا، سأبحث في النص عن كلمة بمعنى طريحا. إذا السؤال رقم 5، أعوض الكلمة المسطرة بأخرى تفيد نفس المعنى. لمح خالد عصفورا. سأعوض كلمة لمح بمفردة أخرى لها نفس المعنى في النص. السؤال رقم 6، حمل خالد العصفور بين راحتيه. أكمل ب أعجبني لم يعجبني. إذا تصرف خالد، إذا أعجبني تصرف خالد سأكتب هنا في هذا الفراغ أعجبني هذا التصرف، إذا لم يعجبني هذا التصرف سأكتب هنا لم يعجبني. ثم سألون التعليق المناسب. إذا أعجبني تصرف خالد أو لم يعجبني تصرف خالد لأنه سيقدم الطعام للعصفور، لأنه سيضع العصفور في قفص، لأنه سيدير العصفور الجريح. إذا سأختار التعليق المناسب وسألونه. إذا كتفك يا أطفال.